السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبنا شبابنا الجميل، ربنا يبارك فيكم، ربنا يفتح قلوبكم للهدى ويفتح قلوبنا جميعا للهدى يا رب. شبابيك الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، حلقة جديدة من برنامجكم شبابيك. شبابيك افتح لنا شباك واحد في قلبك، افتح شباك في قلبك، كلنا نفتح شبابيك في قلوبنا لدخول نور الله. يا جماعة يا اخوانا، حلقة النهاردة بتتكلم عن ايه؟ في الصين، تعريف الغباء في الصين ان تفعل نفس المقدمات ثم تنتظر نتائج مختلفة. قالك هو ده الغبي، اللي بيمشي في نفس الطريق اللي غيره مشي فيه ومستني انه يلاقي نتيجة غير اللي غيره خدها، هو ده الغباء يا جماعة. اشد انسان غبي في الدنيا اللي ماشي في طريق كل اللي مشي فيه في النهاية يا اما انتحر، يا اما عاش مكتئب، يا اما مات مخنوق من الهم والقهر، يا اما مات وعليه غضب ربنا والعياذ بالله ومستني ان هو يلاقي السعادة في الطريق ده. اهو ده اخوانا اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، وهو ده الموضوع بتاعنا. غبي منه فيه، غبي منه فيه. افرأيت ان متعناهم سنين. ربنا سبحانه وتعالى بيشاهد الدنيا كلها على غباء الانسان اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، بيقول طب خلوهم ياخدوا كل المتع اللي في الدنيا، ثم ايه يا رب؟ جاءهم ما كانوا يوعدون، في نهاية الطريق ملقوش غير اللي كل اللي مشي في الطريق ده خده، ملقوش اي نهايات مختلفة تماما عن كل النهايات اللي قبلهم. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون ولا استفادوا من اي متعة خدوها في الدنيا مطلقا. يبقى هي دي يا جماعة غبي منه فيه. للأسف الشديد قد ايه العصاة، يعني ما كانوش اذكياء يا جماعه. تعالوا نشوف اكتر ناس خدت فلوس في الدنيا، اكتر نساء خدوا جمال في الدنيا، اكتر ناس خدوا مراكز في الدنيا. تعالوا نشوف الملوك، تعالوا نشوفوا نجمات هوليوود العالميات، تعالوا نشوفوا اشهر ناس في الحياه. اخطر قصه انتحار لمغني عالمي ألفيس بريسلي. ألفيس بريسلي ده يعني استغفر الله العظيم، كان الشباب في اوروبا على وشك انهم يعبدوه. ألفيس بريسلي كان بيعزف على جيتار قد حجمه مرتين وقد طوله مرتين. ألفيس بريسلي اجمل نساء الدنيا يتمنوا ان هو يتكلم معاهم، ملوك الدنيا يتمنوا ان هو يقابلهم، يعني استقبال تاريخي في المطارات، اموال فائضه. ألفيس بريسلي وفي النهايه ينتحر ويتناول جرعه مخدرات بصوره يقتل نفسه بها. ينتحر، انتحر ليه؟ لما الفلوس مش هي سبب السعاده انتحر ليه؟ لما الاموال مش سبب السعادة انتحر ليه؟ يا اخوانا اي حاجة هتحجب بينك وبين ربنا هتبقى سبب لتعاسة الانسان مثل سعادته. ربنا ادى القارون اكتر فلوس في الدنيا ولكن خسر ربنا بسببها، فخسر كل حاجة، الفلوس وربنا. ربنا ادى القارون لفرعون اكبر مركز في الدنيا ولكن خسر ربنا بسببها، فخسر كل حاجة، المركز وخسر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا لما بيدي للانسان نعمة والانسان يستغلها في معصية ربنا بيخسر ربنا وبيخسر النعمة اللي اخدها. الغباء يا جماعة، يعني ديانا سبنسر دي بنت من اجمل بنات اوروبا، اتجوزت امير انجلترا، ابن ملكة انجلترا. الفرح بتاعها مش اتعمل في فندق 5 نجوم، اتعمل في قصر باكنجهام. الفرح بتاعها مش صورته وحدة فيديو متطورة، ده الفرح بتاعها اتبث في قنوات العالم كلها، جرايد العالم كلها بتتابع تصريحة شعر ديانا سبنسر، الموديل اللبس بتاع ديانا سبنسر، الحذاء شكله ايه ولونه ايه بتاع ديانا سبنسر. خدت شهرة عالمية، اتجوزت امير، مش اتجوزت واحد غني ولا واحد، اتجوزت امير. وفي النهاية تتحول ديانا سبنسر من التعاسة إلى مريضة نفسيا، تلف على عيادات الأطباء النفسيين ولا تتعالج. في النهاية يصبح النوم في حياتها كابوس من الكوابيس وما تعرفش تتخلص منه، وتطلق من زوجها الأمير وتقيم علاقة غير شرعية مع شاب من الشباب وهي معاه على الطريق، والكاميرات قاعدة تصورها وتتابعها، تتقلب العربية وتموت ديانا سبنسر. آخر واحد شافها وهي بتموت بيقول عينيها كانت قاعدة تدور وهي بتحتضر، ذكرت قول الله سبحانه وتعالى تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. هي بتلف عينها بتدور بتدور السعادة فين، وماتت وعينها بتدور وبتدور السعادة فين. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. غبي منه فيه. اللي يمشي في نفس الطريق ده أدي خدت الجمال وخدت الجوازة اللي ملهاش حل وخدت الشهرة وخدت وخدت وفي النهاية انتحرت
انتحرت ليه؟ دليدة بنت مصرية، بنت مصرية من منطقة شعبية مصرية، سافرت فرنسا، هاجرت لفرنسا، احترفت الغناء، غنت بثمان لغات، خدت أوسكار 5 مرات، اتوزع عليها 85 مليون ألبوم، وفي النهاية انتحرت دليدة. لما حبيبها انتحر، انتحرت وكتبت رسالة: لا أستطيع التحمل. لا تستطيع تحمل ايه؟ اللي مع ربنا يا جماعة حاسس بالفرح في حياته، اللي بيصلي وبيقوم الليل يا جماعة حاسس ان حياته كلها افراح، هي لا تستطيع تحمل ايه؟ الاكتئاب اللي هي فيه ده كان بسبب ايه؟ الضغط النفسي اللي هي فيه ده كان بسبب ايه؟ الالام النفسية اللي وصلتها لدرجة انها تتخلص من حياتها كان بسبب ايه؟ لما الشهرة، يعني في ناس معتقدة انها بتجيب سعادة، اشتهرت وما عاشتش سعيدة، خدت فلوس وما عاشتش سعيدة، غنت بثمان لغات وما عاشتش سعيدة، العالم كله سمع اغانيها وما عاشتش سعيدة. يبقى السعادة فين؟ يبقى اللي بيمشي في نفس الطريق وتعتقد انها هتلاقي نتائج مختلفة يبقى ده غبي منه. فيه يا اخوانا سلطان بروناي، سلطان بروناي راجل سلطان مملكة يا جماعة. هذا الرجل الطيارة بتاعته البانيو بتاعها ذهب، البانيو اللي بيستحمى فيه ذهب، المعلقة اللي بياكل فيها ذهب، الحوض اللي بيغسل وشه فيه ذهب، الترابيزة اللي بيتحط له الشاي عليها ذهب، حياته كلها ذهب في ذهب. هذا الرجل عنده 600 عربية مرسيدس، عنده 400 عربية بنتلي اللي العربية الواحدة بكام مليون جنيه، عنده اسطول من السيارات، افخم سيارات العالم، البورش والكريزلر، عرب يعني كل حياة. هذا الرجل ما فيه صورة ليه وقعت عليها عينيا لقيته مرة بيبتسم، ابص في الصور بتاعته عايز اشوفه مرة بيبتسم، طلق زوجته، عايش حياة يعني تبص على وشه تحس ان هو مخنوق في حياته، تحس ان هو ينتحر في حياته. السعادة بسبب ايه يا جماعة؟ عايزين نعرف السعادة فين، عايزين نعرف السعادة فين يا رب، عايزين نعيش سعداء يا اخوانا، عايزين نعرف ازاي نوصل للسعادة. احدى المغنيات الشهيرات جدا في الوطن العربي يعني والحفلات الماجنة، في برنامج من البرامج استضافوها جابوا لها صور 3، صورة سندريلا بتاعتنا اللي ماتت يعني قيل منتحرة، وصورة وجابوا لها صورة تانية صورة مارلين مونرو اللي برضو ماتت منتحرة، وصورة دليدة اللي برضو ماتت منتحرة، وروها 3 صور بكت يعني انهارت في البكاء في الحلقة. قالوا لها بتبكي ليه؟ قالت لهم انا حاسة ان انا ماشية في الطريق ده، انا حاسة ان انا حياتي ما تختلفش عن حياتهم، معذبة زيهم وممكن تموت في اي لحظة زيهم، وممكن يحصل اي حاجة في اي لحظة زيهم، ممكن تنتحر يا جماعة. هو الانتحار ليه في الغرب يا اخوانا؟ الانتحار ليه في الغرب؟ الانتحار عارفين ليه في الغرب؟ لان يعني سبحان الله العظيم، يعني سعيد الزياني ده مطرب وفنان مغربي، هذا الرجل يا جماعة يعني دور على السعادة بكل طريق وما لقاهاش، وعايش حياة وصل للشهرة ومراكز سياسية ووضع اجتماعي. عملوا معاه استضافة في المغرب، قالوا له انت اسمك ايه؟ قال لهم اسمي سين عين يه سعي، انما مش سعيد، ده لسه مش لاقيها، ولما لاقيها هقول لكم. سعيد الزياني من التعاسة اللي هو فيها حاول ان هو يعمل برنامج عن السعادة، وجاب كل اقوال الغرب في السعادة عشان يعرف السعادة منين. بيقول برضو ما عشت سعيد، بيقول لما مات عبد الحليم حافظ اتصدمت، لانه كان دايما يكلمني عن الهم ويكلمني عن الضيق اللي هو كان فيه، وكانوا الاتنين اصحاب. بيقول بعد كده قريت كتاب لواحد فرنساوي بيتكلم عن ان السويد اعلى نسبة انتحار، وان عندهم جسر اسمه جسر المنتحرين من كتر الشباب اللي بينتحروا من عليه. قلت الناس دي اعلى دخل في العالم في الوقت ده، الناس دي بتنتحر ليه؟ الا لو كل الشهوات والمتع ما بتجيبش سعادة. بعد كده استغرب لما كات ستيفنز اسلم، كات ستيفنز اللي بقى اسلام يوسف بعد كده، المغني البريطاني الشهير، لما بقى اسلام يوسف بعد كده، بيقول الراجل ده ساب كل المتعة اللي هو فيها واسلم ليه؟ وفي النهاية يلتقي سعيد الزياني بمجموعة من اخوة التبليغ والدعوة، وبعد مجهود شق معاه يتوب الى الله ويعلن توبته الى الله ويجد السعادة اخيرا، ويبعت للمغرب يقول لهم اخيرا وجدت الدال، اخيرا بقيت اسم على مسمى، اخيرا اسمي بقى سعيد، اسم على مسمى. السعادة فين يا جماعة؟ دايمز اشهر مغنية راب فرنسية، اللي يخليها تسلم وتسيب المجد اللي كانت فيه الا لان لقت في دين ربنا السعادة؟ يعني كل انسان، كات ستيفنز المغني العالمي بتاع انجلترا، يعني الشاب الروش طحن اخر حاجة اللي شباب انجلترا كانوا مبهورين بيه، اللي يخليه يسلم ويتحول الى الان الى داعية اسلامي الا لو كان لقى في دين ربنا السعادة؟ فابيان، فابيان عارضة الازياء الفرنسية المشهورة
اللي يخليها تسلم وتترك كل اللي هي فيه وتسافر تجاهد في ارض من اراضي الجهاد مع المسلمين لولا ان هي لقت فداء السعاده. فرقه البوني ام فرقه اجنبيه ايام الفيس بريسلي اكتسحت الفيس بريسلي نفسه. فرقه البوني ام غنوا للسيده مريم ولسيدنا عيسى. فرقه البوني ام غنوا على نهر بابل لليهود. وفي النهايه كل الفرقه تعتنق الاسلام وتترك كل الشهره اللي كانت فيها وكل المجد اللي كان فيها. يقينا لقوا حاجه خلتهم يضحوا. يقينا لقوا حاجه اهم من كل اللي هم فيه. ايه سبب السعاده يا جماعه؟ الملك حسين حكم الاردن 45 سنه. ألف كتاب مهنتي كملك. قال لقد أوتيت كل أسباب السعادة ولكن هل تعتقدون أنني سعيد؟ لا أعتقد هذا، أنا مش سعيد. 45 سنة ملك الدنيا كلها بين إيديا وعيش تعيس. عيش تعيس ليه؟ تخيلوا أغنى ملياردير في العالم بيل جيتس، أغنى ملياردير في العالم بيل جيتس، صديقه الوحيد في العالم الكلب بتاعه، لا يوجد له صديق في الدنيا يأتمن على سر من أسراره. بيل جيتس قالوا له أنت أغنى ملياردير في العالم، قال لهم ليس هناك أتعس من أغنى ملياردير في العالم. عايش تعيس ليه؟ بيدعي على نفسه بالفقر. الثروة بتاعته ما ساعدتوش ليه؟ يا جماعة عايزين نفهم غبي منه في إيه. أنا عايز أقول لك اوعى تتخدع بضحكات الممثلين والفنانين على الشاشات، اوعى تتخدع بضحكات العصاة وهم ماشيين في الشارع بيضحكوا، اوعى تتخدعي بضحكات البنت اللي شباب ماشيين يبصوا لها، كل دول تعساء، كل دول روحهم بتصرخ من جوه. شباب من الشباب قالوا لي احنا كل حاجة عندنا اتحرقت، ما عادش في طعم لأي شهوة، ما عادش في طعم الموقع إباحية، ما عادش في طعم الصور، ما عادش في طعم للزنا، ما عادش في طعم لأي شيء، كل حاجة عندنا اتحرقت. ليه؟ كتير من اللي بيشربوا مخدرات بيموتوا باوفر دوز، جرعه زايده، لان اللذه اللي كان بياخدها من المخدرات راحت فبيزود الجرعه عشان يزود اللذه، يفضل يزود الجرعه لحد ما يجيله كاردياك ارست، قلبه يقف وهو بيشرب جرعه من الجرعات. ليه الانتحار في العالم زاد بالنسبه دي؟ ليه 4000 واحد بينتحروا كل يوم؟ لانهم جربوا كل حاجه وعايشين تعساء، زنوا وعايشين تعساء، خدوا مخدرات وعايشين تعساء، عملوا كل حاجه وعايشين تعساء. غبي منه فيه اللي يفتكر ان العاصي سعيد يبقى انسان غبي، واللي اغبى منه اللي يتخدع بالضحكات بتاعت العصاه ويفتكر ان وراه سعاده، ده سعاده زائفه. واللي اغبى منهم هما الاثنين اللي يفتكر ان طريق المعصيه في حاجه غير التعاسه وممكن يجيب حاجه غير التعاسه. بص يا شباب، المعصيه دي عامله زي زحليقه، اللي يركبها لا يمكن هيقدر يمسك نفسه، هيجيب اخره هيجيب اخره. واحد شاب دلوقتي يتفرج عليا يقول انت بتتكلم عن الانتحار، لا انا ما وصلتش للدرجه دي، بتتكلم عن الاكتئاب انا ما وصلتش للدرجه دي، بتتكلم عن الانهيار في الكبائر انا ما وصلتش للدرجه دي. حبيبي والله هي زحليقه، اللي هيركبها هيقع وهيجيب اخرها، حتى لو مسك بايده في النص عشان ما يتورطش اكتر من كده، في لحظه ضعف هيسيب ايديه وهيقوم مكمل الطريق. طب وتنزل في انسان يركب زحليقه اخرها حفره نار، لو نزل للاخر ينزل في حفره النار، في انسان عاقل ولا ده يبقى غبي منه فيه؟ ولا ده يبقى حالته ايه؟ يعني سبحان الله العظيم، كريستينا اوناسيس دي بنت اوناسيس ملك الجزر والاساطيل والمليارات والطيارات، ابوها مات واخوها مات وامها ماتت، ورثت كل المليارات بتاعت اوناسيس، بقت اغنى مليارديرة في العالم. اتجوزت واحد امريكي بهدلها وطلقها، اتجوزت واحد يوناني طلقها، اتجوزت واحد شيوعي راح عايشها خدامه في شقه في موسكو ايام الاتحاد السوفيتي. الصحفيين اتجننوا قالوا لها انت رمز للراسماليه في العالم، ازاي تقبلي باللي انت فيه؟ قالت لهم ببحث عن السعاده. قالوا لها انت اغنى ملياردير في العالم، قالت لهم واتعس انسانه في العالم. يا معقوله يا جماعه؟ معقوله الست دي قالت من وهي عايشه ما اغنى عني ماليه، ما اغنى عني ماليه، قالتها من قبل ما تموت، قالتها وهي لسه عايشه، قالت لهم انا بدور على السعاده والفلوس ما عملتليش حاجه، والمليارات والطيارات والجزر والاساطيل ما عملتليش حاجه. بعد ما خدمها طلقها، وفي النهايه لقوها منتحره في شاليه في الارجنتين، لقوها منتحره في شاليه في الارجنتين، فلوسها ما نفعتهاش. يا اخوانا عايزين نفهم، يا جماعه عايزين نصدق ربنا، عايزين نصدق ان السعاده مع ربنا، السعاده مش في الفلوس، السعاده مش انك كنت تطلعي اجمل من جمالك اللي موجود دلوقتي، السعاده مش انك كنت تتجوزي واحد غني، السعاده مش انك انت كنت تاخد شهاده اعلى من الشهاده بتاعتك، السعاده مش ان الناس كلها كانت تحبك، السعاده مش انك كنت تطلع ابن راجل غني، السعاده مش ان جوزك كان يعني يبقى احسن من كده 100 مره معاكي، السعاده حاجه جواك، السعاده حاجه جواكي، صله قلبك بربنا. عشان كده ابن تيميه كان بيقول ماذا يفعلون بي
جنتي في صدري، انا السعاده جوايا، هيسجنوني هيحبسوني هيقتلوني، انا سعيد لان السعاده جوايا، صله بربنا جوايا. عايزين نصدق ربنا يا جماعه، عايزين نصدق ربنا. ديل كارنيجي اللي ألف دع القلق وابدا الحياه، اللي اكتر كتاب انتشر بعد الكتب السماويه في الارض، مات منتحر ليه؟ ليه؟ لولا ان مفيش سعاده غير في الصلاه بالله، لولا ان اي حاجه بتجيب سعاده وهميه، السعاده الحقيقيه في الصلاه بالله سبحانه وتعالى. عايزين نفكر مع نفسنا، عايزين نحسبها صح، عايزين نحسبها على قد ما نقدر صح. المغني المشهور قوي 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 اللي سجد على خشبة الحفلة الأخرانية اللي عملها لما لقى الشباب التفوا حواليه تاني، لما سألوه انت نفسك في ايه؟ قال لهم ما موتش كده، مش عايز اموت كده. طب هو خايف ليه؟ قلقان ليه؟ غبي منه فيه. الانسان اللي مكمل في طريق المعصية وهو متأزم، وهو كل يوم مرعوب من لحظة ما يحط راسه على المخدة، من الالام النفسية اللي هيواجهها لحد ما يقدر يتخمد وينام، ممكن يمارس العادة السرية قبل ما ينام عشان يتهد ويعرف ينام. الانسان ده غبي منه فيه، لانه مصمم انه يرجع تاني ويفضل تاني متصل بالمعصية. الانسان اللي مبهور بالعصاة وهو شايف الالام بتاعتهم ونهايتهم، غبي منه فيه، لانه برضو مش قادر يدرك الالام اللي في هذا الطريق. عايزين نبقى اذكياء يا جماعة، عايزين نبقى اذكياء، عايزين نشغل دماغنا في اخطر قضية ربنا ادانا دماغنا عشان نشغلها فيها، قضية علاقتنا بربنا، صلتنا بربنا. انا عايز منك ايه؟ انا عايز منك ايه؟ انا مش عايزك تبقى دول، انا مش عايزك تبقى دي، انا مش عايزك تبقى داليدا ولا كريستينا اوناسيس ولا مارلين مونرو ولا انا مش عايزك تبقى ولا ديانا سبنسر انا مش عايزك تبقى ده، انا مش عايزك تبقى النماذج، انا مش عايزك تبقى الفيس بريسلي، انا مش عايزك تبقى زي سلطان بروناي انا مش عايزك تعيش تعيس، انا عايزك تعيش سعيد، انا عايزك تعيشي سعيده، انا عايزك تفتح لنا شباك واحد في قلبك، افتح لنا شباك واحد في قلبك. مدوا ايديكم يا شباب، ايدينا في ايدين بعض، ناخد ايدينا في ايدين بعض، نحاول نوصل للنبي عليه الصلاه والسلام، نشرب من ايد النبي عليه الصلاه والسلام على الحوض مع بعض، نوصل لربنا، نرفع ايدينا لربنا، نعيش سعداء في كنف ربنا سبحانه وتعالى. السعاده من ايديكم، السعاده قدام عينيكم، السعاده جواكم لو قلوبنا اتصلت بربنا سبحانه وتعالى. السعاده مش في الزنا ولا المواقع الاباحيه ولا الموديلات الضيقه ولا الشهوات ولا ان انا اتبع يعني اعمل نفسي ملحد عشان الناس كلها تهتم بيا وتستثار حواليا بالاهتمام. السعاده ان احنا نسجد من ايدين ربنا سجده واحده ولكن قلوبنا تسجد فيها تحت عرش الله. ربنا يحفظكم يا شباب، ربنا يبارك فيكم، اللهم اهدنا وتوب علينا، اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم افتح لنا من ابواب طاعتك ما ترضى به عنا، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. جزاكم الله خيرا.